السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أعزائي المشاهدين. اليوم حبيت أصوركم هذا المنظر الجميل اللي هو جسر مدينة فريدريكسون بالدنمارك ضواحي كوبنهاغن. هذا المكان كله بجع من هذا الملكي البجع الحلو. من البجعات المتوجات البجعة الأميرة اللي شو تحب تسميها سميها. هذا طير هنا محظور الصيد مالته ما ينصاد لأن هو الرمز الوطني لهذا البلد الدنمارك، وطائر يعني كلش جميل وضخم بشكل كبير بالحجم. وهذا طير مستوطن مو مهاجر، بس قلة من عدة هاجر يعني بالشتاء، ما اعرف يهاجر للعراق او لا، ويمكن يهاجر مو من هنا يعني يهاجر من غير دول. هذاك اللون الرمادي هذا يعني فرخ مال السنه، يعني بعده ما بالغ. اذا تشوفون اكو رماديات لونهم بعدين هذا شويه شويه تدريجيا يتغير اللون مالته من الرمادي للابيض. هم الذكر والانثى لونها ابيض، بس الافراخ اول ما تطلع يكون لونها رمادي. هاي البجعات، هاي مدينة فريدريكسون هي بالدنمارك. هاي المدينة تطل على هذا النهر، هذا جسر وذاك من البعيد هم جسر ثاني. هم هنا يحبون المدن اللي تطل على النهر، يحبون البيوت تكون غالية اللي قريبة من الأنهر. وإلى هنا أنهي حلقتي لهذا اليوم. إذا عجبك الفيديو خلي لايك واشترك وانطينا رأيك، وانت من أي بلد وشنو هذا البجع عندكم يهاجر لكم وموسم مستوطن. هي الطيور أنا أعتقد أوروبية عايشة بأوروبا، يعني هي مو أعتقد يعني 100% أوروبية، لأن ما يقهرها البرد والثلج والأجواء القاسية، لأن هي مستوطنة. يعني المستوطن ما يهاجر، وحتى إذا هاجر تكون قلة من عنده. أعتقد هذا الطير يعني بي 12 كيلو أو 15 كيلو الحجم مالته، وإذا يطير يسوي صوت كلش قوي بجناحه، وياخذ مسافة يركض بيها يمكن أعتقد بالعشر مترات أو أكثر عن ما يرفرف بجناحه. يا الله يقلع الضخامة مالته في أمان الله.